كانوا ينتظرون البشرى، فجاءهم النبأ الأسود. لا عند الله ولا عند ابن آدم صايرة، اللي يطشحنا المنوح غير الدكاترة، كان الدكاترة إنه يموتوني. نحيب وعويل بدل أصوات الفرح. حوراء ذات 21 عاما توفيت بعملية ولادة قيصرية في إحدى المستشفيات الأهلية ببغداد وسط ظروف غامضة، يروي ذووها تفصيلاتها بحسب قولهم. راحت الصبح الساعة بالعشرة صارعت أولاده، ولدت والحمد لله والشكر المولود بصحة جيدة. وارت الطفل شونه؟ قالوا الحمد لله بجيدة، بصحة جيدة والحمد لله والشكر. قمنا مرت الثاني نسألهم، ظلوا في بعض الأحيان يطيني ظهره أو يتهرب، لحد ما وصلنا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء ظلوا يتهربون. نشوف واحد ظل يطلع ورا الثاني، حتى السسترات حتى الفراشين بقوا بس الحراس الأمنيين الـ FBS. فتحنا باب الرتة مال صالة العمليات، لقينا الابنية فاقد الحياة. عملية ظل هالكثر، تعالي الباب ورشتي البت، رشت كثرة الباب وفاتت، وتلقاها حاطينها بغرفة واحدة ولابينها ببطانية، وموتينا وعايفينها. عائلة المتوفية أقدمت على رفع دعاوى قضائية بحق المستشفى وكادرها كما يقولون، ويؤكدون بأنهم متمسكون بحقهم القانوني ولن يتنازلوا عنه. قمنا دعوة قضائية ضد مدير المستشفى وضد كادر اللي قام بإجراء العملية بالكامل، كلهم قامت عليهم دعوة قضائية، وإحنا ملتزمين بالقانون من خلال منبركم الشريف. وتؤكد عائلة حوراء أنها لا تعاني من مشاكل صحية، وهذه العملية القيصرية هي الثانية لها بعد طفلتها الأولى. ولم تتواصل المستشفى حتى الآن مع عائلة المتوفية لبيان عدم إبلاغهم بوفاة حوراء بحسب قولهم، وبانتظار تقرير الطب العدلي لبيان تفاصيل الحادثة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.